تمريره وتدخل ديال الدفاع كان تدخل جيد امامنا اللاعب عمر تحلوشت هو اللي دخل خلال في هذا الكره وتالي كتخرج الكره للزاويه اول زاويه لفائدة فريق المغرب الفاسي من الجهة اليسرى لمرمى الحارس هشام المجهد اللي غادي ينفذ الزاوية هو عمر النمساوي اكيد اللي غادي يحاول انه يلعب الكرة دائرية عمر النمساوي كرة دائرية دي محاولة والهدف الهدف الاول لفائدة المغرب الفاسي والمسجل هو اشرف بن شرقي المسجل هو اشرف بن شرقي اذا يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق المغرب الفاسي قلت بانه عمر النمساوي سيحاول انه يلعب الكره دائريه كنقول بانه كان خروج يعني خاطئ وغير موفق للحارس الشاب هشام المجهد وبالتالي الكره في الشباك مره اخرى نتابع هذا المحاوله وهذا الهدف اللي كيجي في حدود الدقه 11 اكيد كتابعوا الخروج الخاطئ للحارس اشرف بن شرقي في المكان المناسب يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق المغرب الفاسي وبالتالي سننتظر الان رده فعل فريق حسنيه اكادير بعد تسجيل هذا الهدف هدف اكيد غادي يعطي دفعه معنا الزيدي جلال الدودي لعب فودي كامارا عند عبد الحفيظ ليركي كرة في الجهة اليمنى كان تدخل ديال اللاعب كريم الولادي كتضيع الكرة اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي هذه محاولة لفائدة فريق المغرب الفاسي اربعة ديال المهاجمين على ثلاثة ديال المدافعين هذه محاولة سيدي بي ابراهيم سيدي بي سيدي بي شنو غادي يعمل سيدي بي بامكانه انه يمرر ابراهيم سيدي بي كيسد ابراهيم سيدي بي هدف اقل ما يقال عنه بانه يحمل كل الوان الجمال ابراهيم سيدي بي مراوغة كانت جميلة وكيوضع الكرة في شباك الحارس هشام المجهد وبالتالي يضيف الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي هدف جميل لفائدة فريق المغرب الفاسي لسيدي بي اللي كان مرتد هجومي خاطف ابراهيم سيدي بي خذا الوقت ديالو بانه راوغ لاحظه مرة اخرى ابراهيم سيدي بي كان امامه يعني كانت مواجهة غينية مالية واللاعب الماري يضع الكرة بهذه الطريقة وبهذه الجمالية وهشام المجهد يعني تابع الكرة فقط بالأعين ديالو لاحظوا مرة أخرى مراوغة جميلة ديال سيدي بي تاني كنقول بأنه ركن الكرة في الجهة اليمنى ولاحظوا الفرحة الكبيرة ديال الطاقم التقني وكذلك اللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي 2-0 لفائدة فريق المغرب الفاسي ودينيس لافان كنقول بانه حتى الان كان محق انه يعني ما يقومش بتغييرات في حديث مع اكيد ان متقدم 2-0 فرحه كبيره ديال الجمهور اكيد وجماهير المغرب الفاسي الحاضره في هذا اللقاء لقاء قلت لاحظوا التشجيعات الكبيره من جماهير المغرب الفاسي